البنات ضربوش في دارنا، ضربوش في دارنا، في الحمام ديالي. المطلب ديالنا الأساسي هو أنه السلطات تتدخل في أقرب وقت، السلطات المعنية بالأمر. كنشجو جلالة الملك أنه يتدخل ويحفظ السلطات على أن تدخل ويقوموا بإجلاء المغاربة اللي مقيمين هنا في السودان، لأنه الوضع ماشي وكيتأزم، الوضع هنا صعيب. يعني غير أنه يعني الحرب، الرصاص، المحلة طبعا كلها مقفولة، يعني المؤونة اللي عندنا في الدار ملي غادي تقادى اشنو غادي نديرو؟ اول حاجة كاينين الناس اللي تقادوا ليهم، قتلهم الجوع، كيعانيو هما ولادهم. الماء مقطوع، كنشربو، كيجيو جابوا لنا واحد الماء من البير، سقوه من واحد البلاصة جابوا لينا كنشربوه، دير لينا اعزك الله اسهال ووجع بطن. يعني حتى وقعت لك شي حاجة مستشفيات ما كاينينش فين تمشي. البلاد فوضى، يعني كاينه سرقه، كاين حرقوا بزاف ديال الاسواق، كاين نهب هاد الناس ديال الدعم السريع، يعني دايرين فوضى كبيره في البلاد، يعني عايشين في الرعب. يعني غير الرعب ديال الحرب وديال القرطاس اللي كتسمعيه، كتكوني ناعسه، كتم جايه الطياره الحربيه دايزه من الفوق، كدير تمشيط، كتنوضي تحضني على وليداتك، الناس كينعسوا تحت النوامس لانه القرطاس كيدخل حتى للدار. يعني كنعيشوا معاناه، معاناه ديال بصح، يعني ما عارفينش انه هاد الشيء امتى غادي يوقف. كيقولوا قريب غادي يوقف، قريب غادي يوقف، ولكن الوضع كل نهار غادي وكيتأزم.